ثلاث مكونات إضافية تجعل من القهوة مشروبا لحرق الدهون. مما لا شك فيه هو أن القهوة هي المشروب الذي يستمتع به أغلبية الناس حول العالم، وفي فترة الصباح خصيصا، فهو يعزز الطاقة ويحضرك جسديا لساعات اليوم المقبلة. بالإضافة أن القهوة لها فوائد صحية كتنشيط الأيض وحماية القلب إذا استهلكت بكميات معتدلة، ولكن قليلين هم من يعلمون أنه بإمكانك تحويل القهوة إلى حارق مذهل للدهون من خلال إضافة مكونات بسيطة هي القرفة وزيت جوز الهند والعسل. فإذا مزجت هذه المكونات مع قهوتك ستخسر كيلوغرامات من وزنك دون أن تلجأ إلى تغيير نظامك الغذائي أو أسلوب حياتك. لكن ما السر في هذه الخلطة؟ القرفة. توفر القرفة عددا من الفوائد الصحية فتعمل كمضادات للالتهابات، بالإضافة إلى مضادات للأكسدة الموجودة بكثرة فيها، وقدرة هذا المكون على تخفيض نسبة السكر في الدم من خلال تسريع عملية حرقه. فالقرفة تعزز تحلل السكر الذي يتحول إلى طاقة، وبهذه الطريقة تمنع الدهون من التراكم في جسمك، مع الإشارة إلى أن أفضل أنواع القرفة هي قرفة سايلون وقرفة كاسيا. زيت جوز الهند. إنه هدية أخرى قدمتها الطبيعة للإنسان، وبالطبع له فوائد جمة، فهو يتألف من أحماض دهنية متوسطة التركيب يرسلها الجهاز الهضمي مباشرة إلى الكبد، وإذا لم تتحول إلى طاقة فهي لا تصبح دهونا متراكمة. فأفضل ميزة لزيت جوز الهند هي قدرته على جعل الأيض يحرق الدهون بفاعلية أكبر. العسل. ولو كان دسما بالسكر إلا أن هذا النوع من السكر هو ما يحتاجه الجسم للتزود بالطاقة، هذا ناهيك عن وفرة المعادن الأساسية في العسل مثل الصوديوم والحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها. فالعسل تم إثبات فاعليته في تعديل مستويات الكوليسترول وتخفيض التوتر. أما عملية حرق الدهون في الجسم فهي تعتمد إلى حد كبير على المعادن والفيتامينات، وهنا يأتي دور العسل، فهو يؤمن المواد الغذائية الأساسية التي تمنع نقص المعادن أو الفيتامينات، مع الإشارة إلى أن العسل الخام غير المبستر هو الأكثر للصحة. طريقة التحضير. أخلط نصف كوب من العسل مع 3/4 كوب من زيت جوز الهند ومعلقة قرفة صغيرة. أضف معلقة أو معلقتين صغيرتين من المزيج إلى كوب القهوة الطازج واشربه كل صباح. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولكي يصلك كل جديد اشترك بقناة متع ذهنك. وشكرا لكل من يدعم القناة سواء بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالضغط على زر الإعجاب أو وضع تعليق يحفزنا، وإن شاء الله سنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد. ويمكنكم أيضا مشاهدة 7 أشياء يفعلها الشاب حين يكون بمفرده في المنزل. حين يكون الشاب بمفرده في المنزل يقوم بفعل أشياء غريبة لربما